أنا شاعر كتبت أبياتي أهديها إلى القادة قيادة لبثاني عمالك فعلهم يشهد. أنا شاعر كتبت أبياتي أهديها إلى القادة قيادة لبثاني عمالك فعلهم يشهد. وقايدنا البطل حمدي له الأبيات شيادة وتشهد له ميادين الشرف بفعال تتشياد. رجل في ساحة الميدان دوما قابض زناده مقاتل ما يهاب الموت إذا حوم المنا يشتد. وجنبه من رجاجيل الصباح قوم جلادة أفعايلهم في الجبهات تتعمد وتتخلى. ومنه القايد الصامد مع جنده وأفراده أسد للدين وأفعاله لها بالمرجلة أكد. ومجد الماجد الباسل بعزه سطر أمجاده وناضل ما رجع للخلف ولا عن مبدأه يرتاد. وابن المغرب قايد يقود أبطال سداده وسود الحرب ما تخشى وطيس الغاسق الأسود. وعزام البطل مغبار من تاريخ ميلاده وفي الميدان له موقف وكل الناس له تشهد. وقايد في ميادين الوغى تشهد له السادة ومن مثلك محنك يا الشجاع النشم يا الأربد. وعبد الخالق الصمصان ذي ما توجد أنداده بطل ثابت على المبدأ ونهج المصطفى أحمد. أنا شاعر كتبت أبياتي أهديها إلى القادة قيادة لبثاني عمالك فعلهم يشهد. وقايدنا البطل حمدي له الأبيات شيادة وتشهد له ميادين الشرف بفعال تتشياد. رجل في ساحة الميدان دوما قابض زناده مقاتل ما يهاب الموت إذا حوم المنا يشتد. وجنبه من رجاجيل الصباح قوم جلادة أفعايلهم في الجبهات تتعمد محمد وتتخلى. ومنه القايد الصامد مع جنده وأفراده أسد للدين وأفعاله لها بالمرجله أكد. ومجد الماجد الباسل بعزه سطر أمجاده وناضل ما رجع للخلف ولا عن مبدأه يرتاد. وابن المغرب قايد يقود أبطال سداده وسود الحرب ما تخشى وطيس الغاسق الأسود. وعزام البطل مغبار من تاريخ ميلاده وفي الميدان له موقف وكل الناس له تشهد. وقايد في ميادين الوغى تشهد له السادة ومن مثلك محنك يا الشجاع النشم يا الأربد. وعبد الخالق الصمصان ذي ما توجد أنداده بطل ثابت على المبدأ ونهج المصطفى أحمد. كلمات أبو تيمية بلال القباطي إشراف أبو عمرو السقاف.